لن تكون الأيام المقبلة سهلة تحلق إيران على متن طائراتها المسينة غير مبالية لقرارات المجتمع الدولي مخترقة القوانين والمواثيق والجديد نحو التحدي ومواجهة القدرة الأمريكية باستخدام سلاح جديد يضاف إلى ترسانتها العسكرية والنووية درونز المهمات الصعبة والهروب من رادار المجتمع الدولي والعقوبات الأمريكية تصريح رسمي لقائد الحرس الثوري الإيراني بامتلاك دائرة مسيرة يصل مداها إلى سبعة ألاف كيلومتر مع إمكانية هبوطها في أي مكان وحرفيا قال قائد الحرس الثوري إن بلاده تخوض حربا عالمية كبرى محورها استقلال إيران واعتمادها على نفسها وعلى ما يبدو أن الحديث المباشر لا يعني مجرد تصريح عابر لكنه كان أكثر عبورا للقارات بدرونز التي أصبحت حديث العالم لما تقدمه طهران في الفترة الأخيرة من منتجاتها الاستطلاعية لمواقع عسكرية أمريكية هنا قد تعرقل إحدى هذه الطائرات وآخرها طائرة غزة التي أطلقت عليها إيران الإسم عشية انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة قبل أسابيع قد تعرقل طائرتها إذ محور المفاوضات التي تجري على طاوله فيينا حول الاتفاق النووي سيما بعد رد صريح وصارم على لسان الرئيس الامريكي متعهدا بان ايران لن تمتلك سلاحا نوويا طيله بقائه في السلطه ارتفاع شده التحدي بين قطبي الصراع الايراني الامريكي يضع احتمالات ساخنه قد يكون اخطرها انعكاسا على الساحه العراقيه التي تكتوي دوما بلهيب الصراعات الخارجيه